يا كلب يا حقير يا مجرم، بعد ما دمرت حياتي حدا جاي تلاحقني لهنا؟ ايش تشتي مني؟ ايش تشتي مني؟ ايش تشتي مني؟ محمود اهدا اهدا يا محمود، جاي تلاحقنا لهنا؟ كيف عرفت مكاني؟ كيف؟ يا غبي بعد مني، انت اللي اضطريتني اخرج هذا السلاح. خليها كذا قدام عينك يا محمود عشان تفهمني وتستوعبني. اهدا، انا عرفت مكانك لانه انا اللي حرقت البدروم. ايوه انا اللي حرقت البدروم باوامر من عاصم. بس اللي ما يعرفوش عاصم ان انا كنت على بعد مسافه من المكان وشفت الوحش وهو يخرجك من داخل البدروم. ما أسهل ملاحقة الهاربين من الشرطة. اسألني أنا، اسألني أنا، تعمى عيونهم كلها إلا من الميري. وليش حدك يا توب تلاحقون ولا ليش؟ مش خلاص، خلاص كل الجرائم وكل تهم القاتل والإرهاب تسجلها باسمي. ما عاد تشتو مني، ايش عاد الشي عاصم؟ اطمن عاصم الى حد الان ما اعرفش مكانك ولا ارسلني عاصم. انا البومه. تعرف ايش معنى البومه؟ مجرم، وانا من نفسي هارب من عاصم. هارب من عاصم؟ قلت تنكيت ها؟ مش الله عليك، نكتك هذه انت روح تقولين لواحد ثاني، اما انا خابزكم وعاقنكم وعارفكم. انت مسكين، من اللي قال لك ان المجرمين بيحبوا بعض؟